أهلا بيكو وحكاية يوم جديد مع بعض بنفتكره زي النهاردة. زي النهاردة سنة 1999 في وقت الحملة الفرنسية على مصر اكتشف ضابط فرنسي حجر رشيد. أما سنة 1870 بدأت الحرب الفرنسية البروسية، وزي النهاردة 1943 قامت الطائرات الأمريكية بضرب السكك الحديدية في إيطاليا خلال الحرب العالمية الثانية. أما سنة 1984 تولى لوران فابيوس رئاسة الحكومة الفرنسية بعمر 37 سنة. أما اللي رحلوا عن عالمنا زي النهاردة، فزي النهاردة 1814 رحل الملاح والمستكشف الإنجليزي ماثيو فلاندرز، وهو اللي صنف أستراليا كقارة. وسنة 2009 رحل الكاتب الأمريكي فرانك ماكورت، ومن أعماله تيتشر مان. أما عن أعياد ومناسبات زي النهاردة، فزي النهاردة عيد الشهداء في بورما، وزي النهاردة سنة 2006 اتعرض لأول مرة فيلم وش إجرام تأليف بلال فضل وإخراج وائل إحسان، بطولة محمد هنيدي، بشرة ولبلبة. وسنة 2006 كان العرض الأول لفيلم واحد من الناس تأليف بلال فضل وإخراج أحمد نادر جلال، والفيلم بطولة كريم عبد العزيز، منة شلبي، عزة أبو عوف والراحل محمود الجندي. خلصت حلقتنا، وبكرة حكاية يوم جديد زي النهارده.